الملوك يتعهد بمحاكمة الرئيس السابق البشير داخل السودان محاكمة عادلة ويرفض الإملاءات الأجنبية. الجبهة الثورية تجتمع في أديس أبابا يوم الجمعة للترتيب للتفاوض مع الحكومة. مجلس السيادة الانتقالي يتأهب لحسم أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام اليوم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار والتي تضم إلى جانبها موجز اقتصادي وآخر رياضي. مرحبا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن الرئيس السابق عمر البشير يحاكم بعدالة أمام القضاء السوداني رافضا أي إملاءات من الخارج، وقال إن السودان يطمح في عالم تسوده روح التعاون والوفاق المشترك. وعد حمدوك في لقاء مع قناة فرنسا 24 الحركات المسلحة شريكا أصيلا في ثورة ديسمبر، ووصف حمدوك العلاقة بين العسكريين والمدنيين في المجلس العسكري بالسلسة وتسودها روح التعاون وتعمل من أجل مصلحة السودان. وكشف حمدوك عن إجراء حوار مثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم من أجل رفع العقوبات عن السودان، وتوقع حدوثها في وقت وجيز. وأشار حمدوك لوجود تحديات كبيرة تواجهها بلاده، على رأسها عملية السلام والأزمة الاقتصادية والقضاء المستقل والعادل. أنا لا أريد أن أعطي صورة وردية لما حصل، ما زالت هنالك تحديات كبيرة جدا، على رأسها تحدي بناء السلام، معالجة الأزمة الاقتصادية، خلق اقتصاد وطني معافى يقوم على الإنتاج، بناء أجهزة الدولة، بناء قضاء مستقل شفاف عادل إلى آخره، عملية إدارة الفترة الانتقالية نفسها. هناك مشكلة في القضاء حاليا؟ مؤكد، يعني نحن نطمح في قيام قضاء مستقل، قضاء لا يخضع لتدخل السلطة التنفيذية أو السياسية. كشفت الجبهة الثورية عن عقد أول اجتماع لها عقب إعادة هيكلتها برئاسة دكتور الهادي يحيى في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 4 أكتوبر الجاري من أجل الترتيب لبدء التفاوض مع الحكومة. وقال القيادي بالجبهة الثورية أحمد الدفينة في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الاجتماع ستصاحبه ورشة تحضيرية تناقش بشكل عام القضايا الخاصة بالجبهة الثورية وسير التواصل مع الحكومة بشأن المفاوضات التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، كاشفا عن تشكيل 4 لجان على رأسها لجنة ترتيبات مع قبل التفاوض مع الحكومة، بجانب لجنة إطلاق الأسرى والمحكومين سياسيا ولجنة مراجعة قوائم المحظورين من السفر، بالإضافة إلى لجنة إعادة الممتلكات التي تمت مصادرتها من قبل الحكومة السابقة. وأكد الدفين التزام الجبهة الثورية بإعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه مع المجلس السيادي في عاصمة جنوب السودان جوبا. فرص كبيرة للسلام في السودان يمكن أن يحققها لقاء جوبا لينهي أكثر من عقد من الحرب والاقتتال في عدد من مناطق البلاد. لقاء سينقل السودانيين من مربع الحرب للسلام، خاصة وأن الأجواء السياسية صارت مواتية لتحقيق سلام شامل يعضد من إمكانية تحقيق مطلوبات الثورة الرامية إلى الحرية والسلام والعدالة. المزيد في التقرير التالي. لقاء جوبا، لقاء ينتظره السودانيون لينهي أكثر من عقد من الحرب والاقتتال في عدد من مناطق البلاد. لقاء سينقل السودانيين من مربع الحرب للسلام، خاصة وأن الأجواء السياسية صارت مؤاتية لتحقيق سلام شامل يعضد من إمكانية تحقيق مطلوبات الثورة الرامية للحرية والسلام والعدالة. فرص السلام متاحة أكثر من وقت مضى، خاصة أنه تجلت في لقاء حمدوك مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور في باريس مؤخرا، و الاجتماعات التي كونت في الجبهة السورية في جوبا ولقاء القاهرة مع نداء السودان. يمكن دي الآن الفرص متاحة جدا، إنه كل الأجسام تتحرك مسلحة تجمعت في كيانات واحدة
وما أظن تاني في يعني حاجة بتعيق مسألة السلام. تحركات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ولقائه برئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور زادت من التفاؤل بإمكانية تحقيق سلام يشمل جميع الحركات المسلحة وإدماجها في الفترة الانتقالية. المؤشر الجميل وإن كان عبد الواحد لحد الآن ما يلتحق بالعملية بتاعت السلام، لكن اللقاء وإن كان هو شخصي اللقاء ما بين حمدوك وبين عبد الواحد في باريس أدى دفعة إيجابية أو طابع عامل نفسي، يمكن نسميه عامل نفسي، في حالة من الارتياح. أتوقع أنه عبد الواحد يلحق بركب السلام، وبالتالي فرص السلام هي أصلا مجرد ما زال النظام السابق فرص السلام أصبحت كما قلت مسألة وقت ليست إلا. وتبقى الدعوات الدولية والإقليمية التي تطالب بتحقيق السلام في السودان ركيزة أساسية للوصول إلى اتفاق شامل، باعتبار أن المجتمع الدولي يمكن أن يمثل الضامن الأكبر لأي عملية سلام يتم التوصل إليها، ويظل دعمه لهذا الملف يفتح آفاقا جديدة لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه السودانيون. فتح الأبواب المغلقة، هكذا ينظر المراقبون إلى لقاء حمدوك وعبد الواحد محمد نور الرافض للاتفاق مع الحكومة السودانية، وكذلك ينظر المراقبون بعين التفاؤل لحديث ماكرون عن دعمه لعملية السلام التي سيتم استئناف الحوار حولها في 14 من هذا الشهر. إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطوم. وقد استطلعت كاميرا طيبة الفضائية عددا من الصحفيين والمهتمين حول فرص تحقيق السلام ونجاح لقاء جوبا مع الحركات المسلحة. أنا والله برأيي إنه السودان من أجل رفعته، من أجل بنائه، لازم يكون في سلام، وسلام حقيقي. السلام مش السلام الناس اللي بيقعدوا في الدوحة ويقعدوا في جوبا ويقعدوا في القاهرة ويقعدوا في فرنسا ويقعدوا الشغلة دي. نحن ما سودانيين كلنا، كان عبد الواحد سوداني وكان الحلو سوداني وكل الحركات دي كلها من السودان، من أبناء السودان. نحن ما نقعد بدل نمشي جوبا ونمشي ما نقعد في خرطومنا دي. بالنسبة للمفاوضات اللي هتحصل إن شاء الله يوم 14، صراحة أنا متفائلة شديد، يعني إنه المرة دي حيكون في إنجاز حقيقي، يعني حيكون سلام حقيقي كويس. أول حاجة الوساطة، إحنا بنعتبر الوساطة بتاعت سلفاكير هي وساطة محلية يعني سودانية سودانية، فده بيدي فرص لأنه النقاش حيكون مفتوح، التفاوض ذاته حيكون مفتوح، ما حيكون في سقف للتفاوض، ما حيكون في تدخلات خارجية يعني كويس. غير كده المرة دي في جدية صراحة، يعني حاسين إنه في جدية في انه الناس تصل لحل. السلام من الداخل، السلام من الوطن، بمعنى الان الناس تتفق مع الحركات المسلحه لان لها دور كبير جدا في تحقيق السلام، لانه ابناء الوطن، كل ابناء الوطن من جبريل ابراهيم لحد عبد الواحد محمد نور، ديل الناس لو اتفقوا ومع غو الحكومه الانتقاليه اتفقت مع الحركات المسلحة كلها، ده هو السلام بحاله. أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي صدور قرارات بشأن المعتقلين بالمحاولة الانقلابية الأخيرة، وعددهم 31، اثنان منهم ضباط صفة. قال كباشي في تصريح خاص لعين الإخبارية إن 10 من معتقلي المحاولة الانقلابية سيتم تقديمهم لمحاكمات، بما فيهم رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول هاشم عبد المطلب، وعدد من اللواءات أبرزهم قائد قوات الدفاع الشعبية اللواء عبد العظيم الأمين، ووالي القضارف السابق اللواء محي الدين أحمد الهادي، واللواء طيار أبو القاسم، واللواء بحر أحمد بحر، إلى جانب 6 ضباط متقاعدين أبرزهم اللواء معاش محمد إبراهيم الشهير بود إبراهيم، وشخص مدني أيضا سيقدم معهم إلى المحاكمة. وأشار الكباشي إلى أن القرار صدر بإطلاق سراح 15 آخرين بما فيهم ضباط صف، وأضاف أن أبرز الذين سيتم إطلاق سراحهم قائد سلاح المدرعات اللواء ركن نصر الدين عبد الفتاح، ورئيس هيئة العمليات المشتركة الفريق ركن آدم هارون إدريس.
أعلن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان حسم أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام اليوم الأربعاء في اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء. وكشف الفكي في تصريح للتيار أن الأطراف توافقت على اسمين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام، وقال إن الاجتماع سيناقش أمر الوثيقة الدستورية وستنشر في ذات اليوم. كشف رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور أن حزبه لم يكن يوما ضد تقديم الفاسدين والمتجاوزين إلى المحاكم القانونية العادلة. وقال غندور عبر لقاءاته المفتوحة مع عضوية حزبه عبر صفحته الأساسية في فيسبوك: إننا ما زلنا نكرر بأننا لسنا ضد أن يتقدم فاسد أو متجاوز إلى محاكمة. وأوضح غندور أن حزبه هو أول من نادى بالإصلاح. والذين يطالبون بالمحاكمات للذين تجاوزوا القانون فسادا أو غيره، نحن زلنا نكرر ونقول بأن حزبنا أول من أثار الفساد في داخل الحزب وناقشه، وأن حزبنا أول من قاد التغيير عندما تحدث عن وثيقة الإصلاح. ووثيقة الإصلاح كانت وثيقة حزبية خالصة قدمها المؤتمر الوطني للمجتمع والقوى السياسية، وإن لم تمضي تلك الوثيقة كما أردنا إلى غاياتها، لكننا نقول أننا نحن الذين كنا قد بدأنا الاتفاق حول التغيير إلى الأفضل. وفي ذات السياق نفى بروفيسور غندور انسحاب حزبه من الساحة السياسية في السودان، واصفا ما حدث كان من أجل إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة في البلاد. وقال غندور إن حزبه أراد حقن دماء السودانيين ووقف الصراع بين مكونات الشعب كافة، وأوضح أن محاربة الفساد بحيادية ودون تسييس أمر مهم، مجددا الثقة في القضاء السوداني. كما ذكرنا سابقا فإننا كحزب عملنا قدر الإمكان عندما غاد الشعب للتغيير وحازت له القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأمنية والشرطية، عملنا على أن نقف موقفا يحسب لنا في التاريخ، وهو أن نعمل على حقن دماء شعبنا، وأن نعمل على أن يمضي هذا التغيير إلى غاياته دون صراع بين أبنائه ومنطقه. ولذلك فإن ذلك من الموقف كان موقفا حكيما، عملنا جميعا قيادة وقاعدة في المركز والولايات على المحافظة عليه. ولكن رغم ذلك فإننا نجد أن البعض قد ظن أن ذلك من الموقف هو ضعف أو انسحاب من الحياة السياسية. نؤكد بأن هذا الأمر لم يكن كذلك، إنما كان لإتاحة الفرصة لزمن جديد ولتغيير جديد ولبناء جديد لهذا الوطن. وإن جاء التغيير تنطلق بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا اليوم الأربعاء اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان وعلى مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في البلدين. ويرأس وفد السودان المشارك في هذه الاجتماعات والذي غادر صباح اليوم إلى جوبا رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق والركن محمد عثمان الحسين. ومن المنتظر أن تبحث الجولة قضايا المعابر الحدودية بين البلدين وسبل تفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، استعراض التقرير آلية المراقبة والتحقق المشتركة إلى جانب موقف التنفيذ لأجندة الاجتماع السابق الذي انعقد بالخرطوم في مارس الماضي. نشرة الأخبار متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل: وصول 6 بواخر من القمح لميناء بور سودان بحمولة تفوق 387,000 طن. مرحبا بكم ثانية في نشرة الأخبار، انقلكم إلى الأخبار الاقتصادية.
أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور إبراهيم البدوي أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلغاء ديون فرنسا لدى السودان. وقال البدوي في تصريحات صحفية لصحيفة التيار الصادرة اليوم الأربعاء أن ماكرون استخدم تعبيرا أقوى من إعفاء، وهي كلمة إلغاء ديون فرنسا لدى السودان، مشيرا إلى أن فرنسا تعد أكبر دائن للسودان في إطار نادي باريس. وأضاف ماكرون أنه سيسعى مع المانحين الآخرين لإعفاء ديونهم على السودان. وأوضح البدوي أن السودان قدم ملامح خطته للإنعاش الاقتصادي والتي وجدت تجاوبا من الجانب الفرنسي، خاصة فيما يلي العمل على تشجيع الشركات الفرنسية للاستثمار في السودان في كافة القطاعات وبناء شراكات مع القطاع الخاص الوطني. اطمأن عضو مجلس السيادة الانتقالية اللواء مهندس إبراهيم جابر على سير العمل لحصاد الموسم الصيفي والتحضيرات الجارية للعروة الشتوية. جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه في القصر الجمهوري أمس وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف، الذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء ناقش أولويات إنجاح عملية الحصاد من خلال توفير مطلوباتها من الخيش والوقود. وأضاف عيسى أن اللواء مهندس إبراهيم جابر وعد بتذليل كافة العقبات لإنجاح العروة الشتوية بتقديم الدعم الفني وتوفير الوقود والتقاوى والأسمدة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بزيارات ميدانية لعدد من المشاريع الزراعية كالرهد وحلفة وبعض المشاريع التي تم حلها في السابق لإعادتها للعملية الإنتاجية. وأبان الوزير أن السعر التشجيعي لجوال القمح تم تحديده 2500 جنيه تشجيعا للمزارعين لزيادة الإنتاج. كشفت هيئة الموانئ البحرية عن وصول 6 بواخر من القمح لميناء بورسودان بحمولة تفوق 387 ألف طن، بجانب وصول باخرتين من السكر بحمولة بلغت أكثر من 52 ألف طن. وأعلن مدير الميناء الشمالي أحمد محجوب سليمان للمركز السوداني للخدمات الصحفية بدء تفريغ 3 بواخر من القمح بحمولة 190,730 طنا، بجانب تفريغ باخرة من السكر بحمولة 30,096 طنا، كاشفا عن وصول 3 بواخر أخرى من القمح بحمولة 197,187 طنا بدأت إجراءات التخليص لأجل تفريغها، مشيرا إلى وصول باخرة أخرى من السكر بحمولة تبلغ 22,070 طنا، وباخرة من زيت زهرة الشمس بحمولة 6,500 طن. وأكد سليمان أن الميناء يشهد انسيابا بصورة جيدة للواردات من احتياجات البلاد من السلع والخدمات. شكا اتحاد المخابز من عدم التزام المطاحن بتوفير الكميات المخصصة للدقيق كاملة، مما يسهم في تفاقم أزمة الخبز بولاية الخرطوم. وأكد الأمين العام للاتحاد جبار الباشا عدم التزام المطاحن الخمسة بتوريد كميات الدقيق المقررة للمخابز خلال الأيام الماضية، الأمر الذي تسبب في استمرار ظاهرة الصفوف أمام المخابز، ونوه إلى أن كميات الدقيق المخصصة للخرطوم تصل إلى 47 ألف جوال يوميا، إلا أن الكميات التي تأتي إلى المخابز أقل من ذلك. وقدر كميات الدقيق المخصصة للبلاد ب 100 ألف جوال، فيما توفر المطاحن ما يتراوح ما بين 83 و85 ألف جوال. وكشف عن دراسة قدمها الاتحاد لمجلس الوزراء بخصوص تكلفة الخبز، وشدد الباشا على ضرورة حل المشاكل التي تجابه صناعة الخبز في البلاد، من بينها عدم توفر الغاز للمخابز. من الأخبار الاقتصادية إلى الرياضية، تعهد رئيس تنظيم فجر الغد محمد عثمان الكوارتي باستعادة شعار الهلال الذي استولى عليه أحد الأفراد وسجله كعلامة تجارية خاصة. وجدد الكوارتي في تصريحات صحفية أنهم قادمون لحكم الهلال عبر الديمقراطية. وتطرق الكوارتي للحراك القانوني في النادي، وذكر أن تنظيمه يساند هذا الحراك، كما شن رئيس تنظيم فجر الغد هجوما على العضوية المستجلبة واصفا إياها بأسس البلاء في الهلال.
أكدت تقارير صحفية جلوس عضوي مجلس إدارة نادي المريخ محمد موسى وعلي أسد مع مجموعة مبادرة الحادبين التي تقدمت بمذكرة مؤخرا للمجلس سميت بالمريخ أولا، وذلك لإبلاغهم موعد ورشة مناقشة النظام الأساسي. وأكد الاجتماع انطلاق الورشة في 7 أكتوبر المقبل، حيث وضح أعضاء النادي أن هناك إمكانية لتعديل المسودة من داخل الجمعية المقرر لها 11 أكتوبر بما يتوافق مع نظام الاتحاد السوداني لكرة القدم. وكشفت التقارير أن المجلس رفض تكوين أي لجنة لمناقشة المسودة المطروحة للنظام الأساسي للنادي، مشيرا إلى تمسك المجلس بقيام الورشة العامة لمناقشة مسودة النظام الأساسي في موعدها، ومن ثم عقد جمعية إجازة النظام الأساسي في 11 أكتوبر المقبل. تباينت ردود الأفعال حول انطلاق أول دوري لكرة القدم النسوية بالسودان ما بين مؤيد ومعارض. وأفتى الداعية الإسلامي مهران ماهر مهران المعروف بخطيب الثورة بحرمة ممارسة السيدات للعب كرة القدم في حضور الرجال لانكشاف ما أمر الله بستره. ونبه مهران إلى أن الدين الإسلامي لا يحرم الرياضة النسوية شريطة لا تتعارض مع التعاليم الدينية. يذكر أن منافسات كرة القدم النسوية انطلقت أمس باستاد الخرطوم وسط حضور رسمي وشعبي. بنهاية النشرة الرياضية أصل بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. كالمعتاد في الختام أذكر بالعناوين: حمدوك يتعهد بمحاكمة الرئيس السابق البشير داخل السودان محاكمة عادلة ويرفض الإملاءات الأجنبية. الجبهة الثورية تجتمع في أديس أبابا يوم الجمعة للترتيب للتفاوض مع الحكومة. ومجلس السيادة الانتقالي يتأهب لحسم أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام اليوم. شكرا لكرم المتابعة، أتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله.